النهاردة هنجمع لعبة الفواكه. ده شكله تفاح. شوف هنجمعها ازاي. شفتوا جمعناها ازاي يا صحابي؟ بيقولوا لكم تاكلوا هنا. ده شكل عنب. شوفوا بنعملها ازاي علشان تتعلموه كده. بنكسب. بيقول لك غير الشكل. ده شكله برتقال. شفتوا ركبناها ازاي بسهولة؟ بنغير دلوقتي كده الشكل. ده شكل بطيخ. عملناها بسهولة جدا. شفت احنا كسبنا ازاي؟ ده شكله موز. هما بيوروكوا الشكل علشان تعرفوا تجمعوه. ده شكل كريز. هي اللعبة مش مستاهلة. هي جميلة اللعبة دي. ده شكل. ده شكل كيوي. ده شكل ليمونة. والشكل ده بنحطه فوق والشكل ده بنحطه هيك. خلاص اللعبة خلصت. على حسب زي ما انتوا عايزين تلعبوه. ده شكله شويبس. ده شكل فراولة. صح كده صح. بس كده لعبناها بسهولة قوي.
ما تنسوش تعملولي لايك على الصفحة بتاعتي يا صحابي. باي.